أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ صالح محمود المحامي. نتناول معه إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قوات الدعم السريع والجيش بمبادرة أمريكية سعودية بجدة اليوم. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا أستاذ صالح، ومرحبا بكل المستمعين. أستاذ صالح، يعني اليوم فجرا تم التوقيع على اتفاق مبادئ ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الطرفين المتحاربين الآن في السودان. ما هو يعني تقييمك لهذا الاتفاق؟ طيب، أولا يمكن بصورة عامة نقول الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى أنه هذا الاتفاق مسمى باتفاق إعلان المبادئ هو اتفاق منقول بالحرف من نصوص القانون الدولي، يعني بروتوكولات جنيف والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذه النصوص من القانون الدولي هي ملزمة لأطراف أي صراع حتى بدون أن يتم التوقيع عليه بمثل هذه الطريقة التي أريد بها أن تكون اتفاقية في جدة. يعني هي نصوص ملزمة لأي أطراف متحاربة عليها أن تلتزم بما ورد في هذه النصوص، من بينها طبعا بطبيعة الحال احترام الحقوق المدنية وأيضا حياة المواطنين المدنيين في خضم الصراع، وتجنب أيضا يعني انتهاك الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948، وضيفت إليها طبعا بروتوكولات يعني جنيف اللي تتحدث عن وضع المدنيين أثناء الحرب، وأيضا بخصوص معاملة الأسرى. أيضا هناك التزام بفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإغاثات والاحتياجات الضرورية وعدم التعرض لمؤسسات التي تقدم العلاج للمستشفيات، وكذلك طبعا عدم التعرض للبنية التحتية التي أيضا تساعد في تقديم الخدمات، من بينها مثلا موارد المياه والكهرباء، يعني كل المسائل المعروفة في هذا الصدد. لذلك في هذا الاتفاق من هذه الناحية الأمنية فقط نقلت بالحرف ما هو موجود أصلا في نصوص القانون الدولي. ولكن الملاحظة المهمة إنه هذه الاتفاقية لا تشير في البداية إلى مسؤولية، لأي مسؤولية قانونية للطرفين، يعني بخصوص الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة التي حدثت في خلال الحرب اللي امتدت من يوم 15 إلى تاريخ اليوم يوم 15 الماضي أبريل إلى تاريخ اليوم يوم 12، ما يقارب الآن حوالي يعني نهايات الأسبوع الرابع اللي هو مقترب للشهر. لا توجد أي إشارة يعني تشير إلى مسؤولية الأطراف في الانتهاكات الجسيمة، سواء كان في عدد الضحايا اللي ماتوا بسبب القصف الجوي في الأحياء الأهل بالسكان، أو الناس اللي يعني أو المفقودين أو الناس اللي ماتوا نتيجة لأن المستشفيات كانت مغلقة. ما في مسؤول يعني إشارة لهذه المسؤولية، وهذه مشكلة خطيرة. جاءت الاتفاقية أيضا خالية من أي فقرات تؤكد طبيعة
أو كيفية الالتزام يعني تنفيذ هذه النصوص هذه الاتفاقية في ظل غياب أي إشارة لأي آلية، سواء كان آلية ثنائية بين طرفي الاتفاق أو أي طرف ثالث جهة محايدة، يعني زي مثلا الدولتين الراعيتين المملكة السعودية والولايات المتحدة، لا تظهر يعني أي يعني إشارة في أنهم يتحملوا أي جزء من الالتزام بمراقبة وكيفية يعني تنفيذ والالتزام بهذه الاتفاقية. الإشارة أيضا لا تنتهي أبدا إلى الإجراءات العملية، الإجراءات والخطوات العملية اللي كان ممكن أن تكون واضحة وظاهرة في كيفية يعني تنفيذ مثل هذه الاتفاقية نفسها، وقف الإطلاق، يعني تحديد المناطق والأعيان اللي لا يمكن التعرض لها. كذلك لا توجد يعني أي يعني إشارة لعملية إذا كان مثلا عدم الالتزام بهذه الاتفاقية، لا توجد أي إشارة إنه يعني التبعات لمثل هذه يعني لمثل هذه يعني الإخفاق أو التنصل أو الفشل أو التقاعس في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، لأنه المفترض في هذه الحالة أن تكون هناك إجراءات محددة وملموسة ومشار إليها، إنه أي طرف خالف الالتزام بهذه الاتفاقية ستترتب على ذلك عقوبات مثلا أو أي يعني إجراءات معروفة في مثل الحالات. ده طبعا الإخفاقات كلها والإشارات اللي أنا أشرت لها تنسجم بطبيعة إنه هذا الحرب اللي استمر لحوالي شهر الآن، الجهات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والإيجاد والبعثة الأممية تأخروا تأخير واضح لحد اليوم، يعني بعد شهر حتى مرور ثلاثة أشهر حتى نشوف مثل هذه الخطوات الخجولة اللي بنسميها هسه هنا اتفاقية، وهي ليست اتفاقية، هي فقط إشارة بين الطرفين إنه يعني هم ملتزمين بنصوص القانون الدولي وببروتوكولات الجنيف، وده طبعا تأثير حاصل لا يضيف للوضع في السودان أي شيء، للكارثة الإنسانية في السودان أي شيء. وأعتقد إنه غياب الجهات الدولية ذات الصلة بالموضوع لهم تأثير كبير يعني ما يجري في الأرض، وهذا مرتبط بمصالح هذه الدول، لأن هي أعتقد من المؤكد الآن إنه هذه الجهات اللي أنا أشرت إليها ترتبط ارتباط وثيق بمصالح يعني مع طرفين، بمصالح حقيقية سياسية واقتصادية مع طرفي الصراع اللي هو مع بنسميهم المكون العسكري، يعني بالتالي ليست لديهم الجرأة في اتخاذ إجراءات بموجب نصوص القانون الدولي مثلا زي الفصل السابع اللي كان ممكن يتم الإشارة له من يعني في مثل هذه الأحوال، ولكن الأطراف تتجنب أبدا الإشارة يعني القانون الدولي من الجانب العقابي، وده طبعا مسألة يعني خطيرة، لأنه ده فتح الباب زي ما أنا قلت ابتداء إنه ما في أي إشارة ل يعني مساءلة من ارتكبوا هذه الجرائم بموجب القانون الدولي اللي هي الجرائم الثلاثة الجنائية الدولية، اللي هو جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تتسم بها هذه الانتهاكات في السودان. تتجنب هذه الأطراف الإشارة لذلك وتكتفي بأن للأسف قالوا في مجلس الأمن وفي غيره وحتى في الإيجاد، وإنه فقط هذه مسألة داخلية بين السودانيين، وهذا خطأ كبير وغير يعني حقيقي، لأنه الجرائم الدولية الثلاثة يجب أن تعمل معها على أساس أنها ليست مسألة داخلية، لأنها هي مرتبطة بحياة المواطنين والأبرياء اللي موجودين في مناطق النزاعات وهم عرضة لمثل هذه الجرائم الشنيعة.
طبعا أعتقد إنه إذا كان هناك ما ممكن أن يشار إليه هو فقط إذا رأينا أعمال ملموسة في إنه شدة الصراع انخفض من يعني من تلقاء الطرفين نفسهم، وهذا أمر مستبعد في نظري من قراءة الواقع على الأرض ما لم تكن هناك جهة يعني محايدة ودولية ذات قدرة وأيضا ذات تأثير بأنه تلوح للطرفين بمغبة السير والاستمرار في هذه الانتهاكات وما سوف يترتب على ذلك من مساءلتهم بموجب القانون الدولي. أستاذ، يعني الكثير من السودانيين كان يتوقع ويمني النفس بأنه هذه المفاوضات تفضي لاتفاق لوقف إطلاق النار، هذا ما لم ينص عليه اتفاق المبادئ بصورة واضحة. هل تعتقد أنه نتيجة لتعنت الطرفين أو عدم التقائهم في نقاط محددة هي التي أدت لأنه هذه الاتفاقية تخرج بشكلها الحالي، بل هم ذاتهم أشاروا لأنه تعتبر هي يعني بداية والتفاوض حيستمر وصولا لوقف إطلاق النار؟ السبب الرئيسي مش التعنت بتاع الطرفين، السبب الرئيسي هو زي ما نسميه اللي هو مصالح الأطراف. يعني الآن نشوف دولتين الرعايتين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، السبب قبل ذلك أنه كان في اجتماع في أديس أبابا وكان في حشد كبير جدا من الجهات دول ومنظمات، ولكنها أيضا فشلت في أن تصل لأي خطوة حتى يمكن إعلانها. ده كله سببه لأن هذه الأطراف تتجنب أبدا تحميل الطرفين مغبة أو نتائج ما وصلت إليه الأوضاع في بلاد، وده سبب طبيعي لأن هذه الأطراف هي التي لعبت الدور الرئيسي في وصول الوضع في السودان إلى مرحلة التفجر. ظلنا نكرر إنه الجهات الداعمة للعملية السياسية ابتداء ما سمي ب يعني سمي مثلا بالآلية الثلاثية، ومن بينها يعني مكتب المبعوث الخاص للأمين العام بيرتيس والإيجاد والاتحاد الإفريقي لعبوا دور سلبي. ثم جاءت الأدوار الثانية، الدور بتاع الترويكا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج، وجاءت الأدوار الثالثة أيضا من الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والمملكة المتحدة أيضا. هذه الدول لعبت دور في اتجاه أن تمشي تمضي العملية السياسية ابتداء من مقترحي الوثيقة الدستورية الأولى والوثيقة الدستورية الثانية اللي يسموها إنه دي وثيقة دار المحامين، وبنوا عليها الاتفاقية الإطارية اللي كانت ماشية في اتجاه يعني كان ماشي في اتجاه أخير. يعني إذا نظرنا للمواقف المعلنة إنهم كانوا ماشيين يعلنوا حكومة من الإطاريين والطرف العسكري اللي هما القوات المسلحة والدعم السريع، رغم اعتراض أعداد كبيرة جدا من السودانيين من قوى سياسية من منظمات مجتمع مدني إنه ما بني على باطل فهو باطل. المجلس العسكري في ذلك الوقت ولا الآن هو مجلس انقلابي لا سند له في دستور ولا في القانون. الطرف الثاني اللي هو مجموعة الاتفاق الإطاري من الأحزاب السياسية والقوى السياسية ما كان عندهم أي تفويض من الشعب، لأنه قلنا التفويض ممكن الحصول عليه إذا كان عندك مجلس تشريعي. في ظل عدم الإشارة لمسؤولية هذه الأطراف بيحتفظوا ربما بنوايا بأنه هذه الأطراف يمكن استخدامهم في الفترة الجاية إذا كان لم تتم محاسبتهم، طبعا لأنه إذا كان في محاسبة حتم يعني معاقبتهم، وربما في بعض الأحيان القانون يعني يشترط أنه شاغلي المواقع العامة يجب ألا يكونوا تم إدارتهم أو مشاركتهم في جرائم بينها مثل جرائم زي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب،
وجرائم ضد الإنسانية. هذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي هذه الأطراف، وهي غير، أنا في رأيي هذه الأطراف الإقليمية والدولية اللي أنا أشتغل غير مؤهلين بالإطلاق في لأي دور جديد في السودان على المستوى السياسي، ربما في المستوى المستويات تقديم الإغاثات والضغط على الأطراف في وقت الحرب ربما، وتقديم الإغاثات وفتح الممرات ربما، لكن أي عملية سياسية في مستقبل السودان هم غير مؤهلين ولم يكونوا مقبولين بأي حال أحوال من شعب السودان. أستاذ صالح محمود، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة، شكرا لك. أهلا وسهلا.